بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اشطر فيكم الطفيلات، ياك لباس ياك الخير. كيف ما كيقول المثل، الباب باين من عنوانه، حتى الفيديو باين من عنوانه. شنو موضوعه الحلقة ديال اليوم؟ موضوعها طلبوها مني العديد من الطفيلات في القناة وألح لي عليها إلين ذاك كنقول لهم من هون أستسمح. ما هو غصبا، ما هو بطل رغبة مني نعطل لكم فيديو، غير لظروف صحية كيف كنتو تعرفوا، والناس كتبعني في صفحتي على الفيسبوك تعرف عن كانت عندي ظروف صحية وعندي وظروف عمل ومشاغل الحياة إلى غير ذلك، وياسر من الأمور اللي خلاتني نأجل هذا التصوير ديال هذا الفيديو. هذا الفيديو ديال اليوم هو جولتي أو جولة في مطبخي المتواضع اللي طلبوه مني الطفيلات. هاد الجولة هذه غتكون إن شاء الله عبارة عن أجزاء. أنا هون اللي نعطيكم نظرة عامة على المطبخ، تشوفوا المطبخ كيفاش داير اون جينيرال، ومن بعد غنتم نطيه لكم كل جزء وحده. أنا من هون واقفة كنصور من الباب ديال الكراج اللي مارقلي، الباب مارقلي على الكراج مباشرة، لأن الكوزينة أنا رابطتها بالكراج لعدة اعتبارات. من بعد غادي نعطيكم النصائح إن شاء الله عليها، وغادي نعطيكم وجهة نظري علاش درت الكراج مارق على باب الكوزينه. اذا انا كنصوركم من باب الكوزينه، من باب عفوا الكراج. هذه هي الكوزينه، هذاك هو باب الكوزينه اللي كيدخل من الدار، هاك باب الكوزينه غادي نصور لكم منه. تسمي على التصوير، ها باب الكوزينه، راه عيني مرقت انا من الكوزينه من الباب ديالها الرئيسي. شفتوا الباب اللي كنت كنصور منه، باب ديال الكراج هو هذاك. انا غادي ندخل معاكم دريك خطوه خطوه ونعاد لكم، نعاد لكم الجزء الاول ديال هذا هو الباب. انا ماني دايره له دفه اكسبري، ماني دايرتها له لان المطبخ كيبغي يعود مفتوح. هذا الجزء هذا هو الدخله ديال الكوزينه. هذا الجزء هذا كيف شفتوا كيبان لكم على انه ما على انه ما فيه جليج اللي فيه، ما هو اللي في الكوزينه كامل. غتسولوني علاه، انا هذا الجليج هذا اصلا كنت زين عندي نعدلو في الكوزينه كامل، هو اللي كان زين عندي نعدلو في الكوزينه، غير المناقشات مع بونا ما بغى، قال عنه ما هو زين، عن الناس تعدلوا له في الزنقه وعن الناس ديروا له على دفه الدار، هو العكس، هو راقي وجاز جميل جدا في الكوزينه بالنسبه للناس اللي شافوه وحبدوه ويعجبهم. وكيجي حتى في ديكوراسيون ديال المراح، كنت بغيت ندير واحد الشوميني بيتي شوميني صغير وندير بها الديكوراسيون غير نابغه. كتختلف الاذواق. المهم طلبته باش يبقى لي هذا الجزء هذا من لا كويزين، على الاقل هذا الجزء هذا يعود فيه هذا النوع ديال جليج، وعدلته. ومنين غير جلايجي سبق لي الجليج العادي هي الاولى، حتى عدل هذا حد بان له المنظر وعجبه. هذا الجزء هذا كيف شفتوا دايره فيه الديكوراسيون، دايره فيه ساعه عاديه قديمه عجبتني وشريتها، ما عندها علاقه بمهم ناتر، ما هي محدده ديال شي مكان محدد. كيف شفتوها خشبيه، شريتها في ذاك اللون على حساب ذاك الجليج اللي معدله فيه القهوي. على فكره الجليج راني دايره مزوزه له الفيرني باش يعطي واحد البريونس ويعطي واحد السفوريه زوينه. دايره ديكوراسيون ديال الليمون وديكوراسيون تشوف لوحات عاديات. هذاك الديكور نزلت نشاركو معكم ان شاء الله، هاك السودانيه معدلتها في البيت وكندير بها الديكوراسيون. انا ما كيزين عندي الديكوراسيون بدوك الورود ديال الميكا وداك التخربيق ديال الميكا، ما كيعجبني، كنختار ندير شي حاجه طبيعيه وزينه منها كنستغل بها. بحال دريك هذه درتها ديال الفلفله الحمراء الحاره، سديتها في خطره، مشافوها الطفيلات في الفيسبوك، صفحتي في الفيسبوك شافوها الطفيلات في الجروب، وكاينات منهم اللي طبقوها. كنسديها نديرها في الشمس اللي تيبس، وكنديرها ديكوراسيون وميم طون عصفورين بحجر واحد، وميم طون كنخدم بها هي السودانيه اللي كنخدم بها مارو الحوت، وكنخدم بها الهريسه اللي درت معاكم الى غير ذلك. هون عند فوق دفت الكوزينه داير واحد ديكوراسيون ديال واحد ديك رومي بمعدل بالخيط ديال الحرير، عجبتني اللوحه وشريتها، شريتها ساحل، عجبتني اللوحه رائعه، فيها واحد النوع من الفن رائع وراقي، عجبتني درتها في هذا الجزء هذا. هذا الجزء هذا دايره فيه واحد مزلتين تكلمت لكم عليها ونعدل لكم عليها
حلقة خاصة ديال هذا ديال، نخليها لكم مفاجأة بلا ما نقول لكم ديالاش، تنعد لكم حلقة. إذن هذا هو الجزء هذا الطرف ديال الكوزينة. الطرف هذا اللي مسند على الباب ديال الكوزينة فيه من فوق بلاكار، من بعد غادي نعد لكم داك الشكل الحاجة وحدها. دايره هذا الجزء هذا عند الدفه، لان حنا نورمالمون حنا اهل الدار كنمرقوا من الكراج، كنمرقوا كندخلوا من الكراج، سواء كنا متقدين سواء التركه اللي جايين من المدرسه الى غير ذلك كندخلوا من الكراج. غادي نقول لكم من بعد علاش في حلقه اخرى. هذا الجزء هذا دايره فيه هذه شريتها، كنت شريتها كيف قلت لكم واحد الموقع في اسبانيا ديال واحد سوبر ماركادو ديال الشينوا، عجبتني فيه الفكره ملصقته هون، كنكتب فيه المشاريع اللي الا مرقت المسائل اللي خاصني نمشي نجيب من برا الى عتمارقة ما ننساهم. بحال مثلا هون ملاح في عند القوبة عطيتهم له عاد راك 3 ايام خاصني نمشي نجيبهم، الباس ديال التركه عند الخياطه، واحد ملحفه عاد فصلت فيها درار على الحيانة الحمان قريب خاصني نمشي نجيبها من عندها، بصارتي عند لوبتيسيان اللي تابعه لها انكسروا عليا خاصني نمشي نجيبهم من عندها، باش ما ننسى الاسبوع المقبل عندي موعد ديال ولدي الحسين عند طبيب الاسنان كنديرها هون باش ما ننساها. على العموم هذه اللوحه هذه درتها غير للمسائل اللي كنبغي نمرق نعود مارقه ليه نشريهم والله نجيبهم معايا باش ما ننساهم. كنقلع هذيك الورقه وكنرفدها معايا كنحطها في الوته نعلقها في الوته باش ما ننساها. الثلاجه عندي ثلاجه عاديه جدا. الفكره هذه كنت مشتركتها مع الطفيلات، هذه الفكره هذه مازلت غندير لكم في مجال ما غنقول لكم عليها والو دريك باش ما نطول الفيديو ديال التدبير المنزلي ان شاء الله، خاصه حلقه خاصه بالتدبير المنزلي. هذا الستيلو ديالها. هذا الجزء هذا معدله فيه المجر ديال البلاستيك، مجر بلاستيك معدله فيه الكيسان اللي كنستعملو يوميا، الكسار التشوبينات الطباس البيض اللي كنطرح كنشترك معاكم فيهم سموم، حاطه فوقو هذا الطاجين هذا خايفته ما باغي نديرو مع الطواجن خايفته ينكسر عليا لانه ديكوراسيون زينه وما بغيت نضيعو. هذا الفران اللي كنخدم به بشكل يومي، فران ديال البوطه كنطيب فيه الخبز ما كنستغنى عنه. دايره فوقو حتى هو هذاك الطاجين اللي شريته من اسفي مشيتو لاختي وني بها، ومعلقه حدا الفران هكا علاقات ديال الفران باش حتى ولا بغيت نجبد شي حاجه تعود قريبه لي. هذا الجزء هذا معدله فيه دارته بالجاج سابقا كيف شفتوا راه هو بريز كيبان لكم ليه بحال سابقا. انا كنت دايره هون التلفازه، كنت دايره التلفازه على حساب الكوزينه لان عندي كوزينه كبيره. عقب شريت بلازما اللي نركبها هون ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نشركها معكم، شريت بلازما صغير اللي نديرها هون حيت عني هذيك التلفازه، ودرت هون هذوك التشوبينات دايره فيهم مونا لي بات الحمص مارو سباغيتي الى غير ذلك. المهم مونا كامل ديالي دايره فيها لي شونتيون. هنا عندي السطوله لتحت دايره ستوك ديال السطوله هنا لتحت، وانا كندير غير ديك هذوك يرفدوا لي 2 كيلو، كندير ديك 2 كيلو ديال الاسبوع ديال 15 يوم فقط باش تجيني ساهله. وسطولات ستوك راه عندي في البلاكار لتحت. هذا الجزء هذا كل ما عنده علاقه بالبريكفاست بالفطور ديال الصباح والكوتي من كولاكاو من كورنفليكس من شوفان من السرياليس ديال التركه القهوه سريعه الذوبان كل ما عنده علاقه البيسكوي العسل سنيده السكر سنيده الى غير ذلك، مسائل كامل اللي عندها علاقه بالفطور. الورقه ديال اتاي والسكر ديال اتاي اللي كنعمر في الكوزينه اللي غير ديال التركه ما هو اتاينا اللي نعرفو. المهم كل ما عنده علاقه بالفطور العقبيه دارته في هذا الجزء هذا قريب لي. لهي دايره تصاور، هي دايره تصويرتي، وهي دايره تصويرت اختي المنيه الصغيره وني بها. هذا الجزء هذا دارته طفيات كيف يعرفوا في العيون، يعني عندنا الماء مشكله ديال الماء الصالح للشرب، لذا انا معدله مطفيه نزلت نصورها لكم. وروبينيها راعيه مزوزه فيه البومبه، روبينيها راعيه ما كاين لا رفد ولا هذا. نزلت غنصور لكم حلقه خاصه بالمطفيه ديالي، طريقتي في تنظيفها وطريقتي بحالاش بنيتها الى غير ذلك، وافكار ان شاء الله الرحمن الرحيم في حلقه خاصه. المهم هذا الروبيني خاص بالمطفيه، الناس اللي ما كيعرفوا المطفيه، المطفيه هي ما نعرفش كيقولوا لها كاع، المهم المطفيه هي كان محفوره في الكراج ومجلجه ومعدله اعداد صالح، وعاد دايره فيها الدواء قابطه من الفلاحه، ودايره فيه مخزنه فيه الماء ديال الشتاء اللي كنقولوا له حنا ماء المطر اللي هو الغدير، مخزنته فيها ومحافظته محافظه عليه بواحد الطريقه جميله جدا طريقه زينه نعت لكم ان شاء الله. ومعدله هون روبيني خاص بالدار اللي بغى يسقي اللي بغى يعمر اتاي بنعمر نطلع المخرج غير ذلك، يكفيني اني نضغط على الزر هون
وانا قبض الماء ديالي ومعاد لاروبيني اخر ان شاء الله راني نعت لكم في الكراج على حساب الناس اللي بغات تعمر، الجيران الاحباب اللي بغى يعمر الغدير ما كنجبرش معها اشكاليه. هذه سمو سابقا كنت مخليه لا روبيني غير ترك الله يهديهم بغي يشرب كيفتح الموتور البومبا ديال اللي كتطلع الماء كل ساعه خدامه، كيعود حد راقد كيعود حد مقيل كيعود هذاك يعطي دي رونجمون. شريت هذيك من سبته، كنت نعدتها لكم في حلقه سابقه، شريتها من سبته وكنعمرها بالماء ديالي وحاطه حدا هذاك الكاس ترك اللي بغى يشرب ولا شي. كتفوتنا تقريبا نهار نهار وشوي وكنعاودو نغسلوها، نغسلها باور جافيل وهذا ونعاود نعمرها. هذا الجزء ديال لافابو، هاد البلاصه هادي دايره فيها هاد المخرج هذا ديال الضو اللي ما كنستغنى عنه، كنعدل فيه كنفيض فيه الماء. عندي هنا مجموعه من السكاكين شاريتهم ومعلقتهم في هذيك العلاقه اللي رائعه جدا، علاقه كتقبض فيها هندا. هنا هاد الماكينه معلقه، هنا هاد الماكينه اللي هي اليد اليمنى ديالي المساعده ديالي اللي كان نحتاجها في ياسر من الامور، هي اللي كنقطع بها القزبور الى غير ذلك. راه هو الراس الاخر ديالها، راه هو كنشلط بها البصله نشلط بها الى غير ذلك. محطتها هون قريبه للخدمه ديالي اليوميه ولا العصير اللي بغيت نخلط عصير بالعجينه الى غير ذلك. هذه الماكينه العاديه اللي كنطحن بها العصير كيف شفتوها عندي شحال من مره. هذيك البواطه اللي حاطاها هون يعني كنخدم بها بشكل يومي تقريبا على حسب العصير ديال الصباح وعلى حسب ياسر المساء. هذيك البواطه هاني كنحز لكم، هذه البواطه خاصه بالثوم، شريتها من ساحل منفسه هون، ما كتخليليش الثوم يلوالي ولا يخسر لي. بهذا كنشري الثوم كيلو ديال الثوم، نص كيلو ديال الثوم وكنحطوه هون كيبقي قريب لي. هذا الجزء هذا خاص كي شفتوه خاص بشي قال له التوابل. هنا هذا الجزء هذا كل ما عنده علاقه بالتوابل الخاصه بالاكل، العطريه، المهم الملح، الزيوت اللي كان طيب نزيد ندير لكم عليهم حلقه، الزيوت ديال البيتزا ديال التنسين ديال البيتزا ديال الكراتان ديال داك اللي كنسم بهم المملحات. هنا دايره الثوم مجفف، دايره داك البزار اللي اشتركت معكم ديك النوبه لي بوافغ بي، البزار الابيض، القوام اللي كنستعمل بشكل يومي، القرفه، عود الى غير ذلك، الملح. هادو لي بواط دايره فيهم بسيبيسا قعقله، دوك المسائل التوابل اللي كان ما كنستعمل غير موسميا، كنستعملهم لا مره في بس موسمي بحال مره بحال هكا عندي عرضه ولا بغيت ندير شي شهيوه من الشهيوات اللي كتحتاج دوك القوام، كنعود شاريتهم وعندي محطوطين هون. وحتى الستوك ديال بحال مثلا عندي هون، خلي ندير لكم حلقه اخرى خاصه بعد، بحال مثلا البزار انا ما كنشريش مطحون، نشريه حب راه هو عندي في هذيك البواطه، كنطحن القياس ديالي، الكمون كذلك الى غير ذلك. هون هذا الجزء فيه واحد الطرف فيه السمن، بواطه ديال السمن، وواحد الطرف فيه الخضر المخلل اللي قدرت معاكم، كندير الستوك ديالي فم. وهاد البواط هادو اللي لقدام، هاد البواط هادو اللي لقدام دايره فيهم كيف شفتوا، دايره فيهم كل ما عنده علاقه ب ب بسمو كل ما عنده علاقه بالماسكات وبالاعشاب الطبيه. كيف شفتوا هنايا جامعه ماسكات ديال الشعر، هنا ماسك في البواطه الاخرى ماسكات ديال الوجه. دوك الماسكات اللي كندير معاكم ولا الماسكات اللي كندير الوجه، فعود لينا طحن واحد الكونتيتي اللي قليله، كنطحن ياسر وكنديرهم في لي زيفلوك صغيرين، ندير لكم حلقه عليهم وكنكتب عليهم ديال اش فيهم هذوك المكونات، هذوك لي بودر، لان الماسكات كيبغوا داكشي عود بودر صافي. وكندير سمو باش ما ننسى بحال البودر ديال الروز، بودر ديال اللوز، بودر ديال هذا ديال الحمص، بودر ديال الى غير ذلك من باقي الاعشاب، وكنديرهم فما ملي كنبغي ندير ماسك ما كتجينيش حاجه واعره، كنثر البواطه وكندير الماسك ديالي وانا اوميم طون في الكوزينه خدامه. عندي قشور المنفم، ملح الحياه، الحنه الحايله ديال الجلد، فما داير النيغرو اللي هو لي بطون حبوب، مره كنتشهن هذا نسمو. هذا الجزء هذا داير فيه الميكرووند كيف شفتوا، حاطه فوقها كاع المسائل اللي كنخدم بشكل يومي بحال هذيك الماكينه اللي قلت لكم، هذيك اللي كتسلق لي البيض كنخليها فم، كنعمرها بالماء وكنبرونشيها في الضو حدايا وندير فيها البيض اللي كيتسلق لي ما كتقبضليش البلاصه. عندي لهيه لبزار حبوب، مره كنبغي في شي سلطات وفي شي مسائل بحال هذا البيشاميل، لاصوص بيشاميل كيبغي البزار شويه كونسونطري كنخدم به ديريكت. هذه البواطه هذه دايره فيها الدقيق
فعاد اللي كان تما كبضي وندردر باش نقرص خبز ولا نقرص شي حاجه عندي، هذيك فيها هذه كنخدم بها كتجيني عمليه. هاد البواطه هذه دايره فيها الصفارات ديال الكوكوط باش ما يوغدو عليا، ودايره فيها لي كوردون كنحتاجهم بحال كننفس بهم شي حاجه ولا نخدم بهم الى غير ذلك. هذا الجزء هذا معدله فيه، هاد البواطه معدله فيها الزيت الحر باش تبقى لي قريبه لي لاكويزين للخدمه ديال الطياب. هذيك البواطه كنشريتها معاكم، انا عدتها لكم شريتها من ايكيا، درت فيها هذوك مجموعه ديال المراغه كانوا كيشكلوا لي عائق في المجوره لان المجوره عندي صغيرين، درتهم كاع داك الماتريال الكبار لالوش والمراغه وهذه ديال البيوغي ديال البطاطا والضراب الى غير ذلك. وفي الجزء الاخر دايره عازله دوك ديال العود اللي كنحرك بهم اللي كنخدم بهم. هذه هي البوطه اللي كنخدم معاكم بها اللي كتشوفوها دائما عندي في سمو تحت هذاك الفران اللي هو حقيقه فران رائع. ومزلت كنخدم فيه غير شويه، مزلت ما تدربت عليه قباله، فران شريته من ساحل، الفران ديال المروحه كنت نعدت لكم ملي درت لكم الحلقه ديال لي باطاشو. هذا الجزء هذا حاطه فيه هاد المراغه الصغيرين، عيت مرات كنعود عجلانه في امري بغيت نحرك شي حاجه بالعجله حطاهم فيه بحال هكا، وميم طون ديكوراسيون. هذه حطاها باش داك الكوتشاره ديال العود اللي كنحرك بها بعض المرات كننساها وكنحطوها في الدص ولا كنحطوها فوق الكاميلات والسخانه. شريت هذه ب 3 دراهم ولا 2 دراهم ما عرفتش كم، وكنحطها عليها مباشره بهذا كتوسخ لي غير هذه وكنغسلها. هذه كنت اشتركتها معاكم، كنت شريتها في درب عمر بشي تقريبا ما قلت بشحال شريتها، دايره فيها التوابل حتى هي بحال هكا كنعود خاصني ملح في القوام ولا خاصني واحد لوغو ديال التحميره ولا لوغو ديال البزار ديال السكنجبير بلا ما نفتح هذوك لي بواط اللي لهيه ونجبد وانيديه واحلات. كنجبد هذه اون فوا كنفتحها بحال هكا كندردر داك الخاصني، وشوف جاتني عمليه وما هي قابضه لي سباس. هنا داير هذا هو الجزء اللي كنصور لكم فيه دائما، هذا هو الجزء اللي كنصور لكم فيه الوصفات ديالو الاطباق ديالي لاني شفتو على انه واسع ومضوي باش يعود عندي مزيد من الضوء. ودايره فيه هذيك السوبيره اللي كنت نعدت لكم سابقا اللي جابتها لي صاحبتي من قليمين. هذا الجزء هذا دايره فيه السلوفان ودايره فيه الالومنيوم ودايره فيه انا نسيت بابي نسيت هذا بابي اسمه هو كلينيكس نسيت الروله بلدها وفات عليا ما انتبهت لها، كندير حتى هي كتعود قريبه لينا نمسح بها نمسح يديا النشف الى غير ذلك. فوق البوطه كاينه لاوت راني قطعتها لكم في طريقتي في تنظيف لاوت، دايره فيها مجموعه ديال الديكوراسيون انا كنموت عليها التخربيق الطبيعي، داير مجموعه ديال الطين فما كيف شفتوها، ودايره واحد الطبسيل ديال الديكوراسيون ديال الطين حتى هو، ودايره واحد الطحانه ديال القهوه قديمه كنت شريتها في اسبانيا عجبتني وشريتها بشي 15 اورو رائعه كنعقل عليها ديك الساعه كانت عندنا. شنو ثاني قال لي ما صورت بقى لي هذا الجزء هذا مازال ما صورته، هي عندي الضوايا مازال غندير لكم حلقه خاصه بها ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا الجزء هذا دايره فيه هذا البلاكار هذا اللي كان جاني مع صديقتي الغالية أسماء، الدكتورة أسماء كان جابتو لي كادو من سكنت داري، دايره فيه هاد سمو درتو في هاد الجزء. حقيقة هاد الجزء هذا كيف شفتو فيه واحد بودرة من هون وواحد بودرة من هنا، هذا مستقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم. أصلا أنا درتو إكسبري هاد البودرة أنا غير زيدتها ما هي كاينة لا زيدتها، كنت باغي ندير هنا بلاكار خاصة لا يعود بي في سي يعود كيمشي ويجي، خاصة لا خاصه اللب بالكيسان والطباسل ديال الدجاج وداكشي اللي كنخدم به يوميا. ملي جابت لي هي هذا شريته من ايكيا، منين جابته لي ما خفتو يتهرس لي ولا يضيع لي ما استغليته، درتو في هذا الجزء هذا وستفت فيه الكيسان ديالي. وهاد السليلات هادو وحده كندير فيها نورمال وحده كندير فيها السودانيه وحده كندير فيها ورقه سيدنا موسى، معلقتهم هنا باش يعودوا قريبين لي، غير السودانيه عات ليه توفالي ودايره فيهم ورقه سيدنا موسى. هذا هو الجزء، هذه لا طابل امونجي اللي كنحط عليها الماكله ونتغداو عليها وناكلو عليها. انا هون دايره فيها مجموعه من المسائل اللي كنحتاجها بشكل يومي. عندي هون هذا هذه بحال هكا بالعجله، بغيت نطرح براد ولا بغيت نطرح براد ولا باغي نطرح شي حامي بلا ما نطرحو مباشره على القلع ولا نلوض علاش غنطرحو. عندي هادو صغيرين كنحطهم عليهم، شفتهم محروقين كاع لا بسمو، وحاطاها هون في هاد السله هادي، حاطه هاد سميتو ديال الوراق
بحال هكا بغيت سمعت شي حاجه في الراديو، لان كنت صنط للراديو بزاف، سمعت شي وصفه ولا شي حاجه كنقيدها ريتها ما نقيدها في المذكره ديالي، ولا بغيت نقيد شي حاجه خاصني من السوق، والله شي مشوار اللي نديرو الى مراكز كنقيدو نعلقو في هذيك البلاصه اللي نعدكم. هذا الدفتر ديال ملحان، وحتى هو غندير لكم عليه حلقه خاصه ان شاء الله بحال من باب التدبير المنزلي بحال اش كنقتصدوا. هذه السله كندير فيها متفرقات، السله كندير فيها الصرف، كندير فيها الدواء اللي هنا وكان في الوجبه المواليه، ولا اللي يوكل بونا الى غير ذلك. دايره فيها هذه الجرس التركامين، كنوجد الغدا كنزقي عليهم باش يجوا بلا ما نبقى نزقي انا فلان يلاه يلاه يلاه، اين فوا كيسمعوا هذه كيعرفوا لان الوقت ديال الاكل حان. وكندير فيها الصرف بعض المرات كنجي من خارج البيت دايره ساعه ودايره خواتم دايره ما فيا وماشي ديرت الكوزينه ما في ما يطلع البيت يحيد، كنحيدهم كنحطهم الى غير ذلك. المهم دايره كندير فيها متفرقات، ما بالضروره هاد سميتو هاد الجزء هذا نسيت ما قلت لكم، هذيك السداريه دارتها فما الا بغيت نقي شي حاجه، والله جاتني شي اختي ولا جاني حد ما براني عليا اللي ندخلو معايا الكوزينه وانا ماني مساليه خدامه، كيقعد فم تقعد فم جمع معايا ومنطو انا خدامه في الكوزينه. شنو هو اخر صافي، اذا هذا هو هذه هي هو المطبخ ديالي مزال غادي هذه غير نظره شموليه على المطبخ. كاين واحد الجزء مزلت ما تكلمت لكم عليه، هذه هي البونجا اللي قلت لكم كندير عليها هذا الجزء، هذا هذاك البلاصه اللي لهي كيف قلت لكم على اني كنمرقو كندخلو حنا للدار كنمرقو ندخلو من الكراج، هذيك البلاصه دايره فيها نعيل ديال الميكا التركه، اون فوا كيجيو المدرسه كيلبسوا كيحطوا نعيلهم فم ديال المدرسه وكيلبسوا نعيلهم ديال الميكا. انا كذلك حتى انا نفس الشيء ملي كنجي كنطرح نعيلي لا غير ذلك، تفاديا هذا ندخلوا الوسخ للدار لان يلاه مسيقين لغير ذلك. هذاك الجزء هذوك غتقول لي شنو هما، هذوك حجرات مسنده بهم باب لان الباب عندي فيه واحد ديفو، الى حيدت هذيك الحجره دريك كيتم لا مفتوح لي وانا كنبغي نفسي دخل لي من الكراج. هذيك الفكره بغيت نشتركها معاكم ما تنساوها، اللي عندها هذا المشكل هذا وكدير حجره ولا كدير المولا يكفي انك دير هذيك الحجره وتقضي شي تقشره قديمه غليظه عندك مقطع عليه تلوحيه وكتلف فيها عليها كتدخليها فيها كتلبسيها عليها بهكذا ما كينخبطوا التركه الا جاو كيجرو ولا متخطي حد بالعجله ما كينخبط من عطب، وبهكا ما كيتجرحلكش الباب ديالك وما كيتجرحلك حتى الجليج ديالك بسبب هذيك الحجر اللي حاطه فم. هذا الجزء هذا بغيت نشاركوا حتى هو معاكم، هذا الجزء هذا كنت جابره اشكاليه في اسمه اشكاليه في لباس التركه اللي كيمرقوا من القرايه كيقلعوا لباسهم. انا عندي بيوت النعاس كيف تعرفوا، عندي بيوت الرقاد الفوق وكيغلبني حتى يمكن ساعه طلع عقب. هذه العلاقه شريتها ودرتها خاصه للباس التركه، الباس التركه ديال الدار كيبدلوا لباسهم، كنكون موجه لهم لباسهم في الليل كيبدلوا لباسهم كيجيو يعلقوا لباسهم هون ديال الدار، من كيجيو هما اللي في العشيه من المدرسه كيقلعوا لباسهم ديال المدرسه وكيلبسوا لباسهم ديال الدار والجاكيطات ديالهم بحال زعما البرد الجاكيطه ديالهم كيجيو كيعلقوهم باش يبقى ما يبقى لي داكشي اون ديزوردغ، لان حنا بزاف كنستعملوا الكوزينه بزاف كنخدموا بها كناكلوا فيها ونشربوا فيها وكنا نتفرجوا فيها يعني كنقعدوا فيها قباله، داكشي علاش درت هذا الجزء هذا. هذيك البيجامه ديالي ديال الدار الدراعيه ديالي ديال الدار نفس الشيء، حتى انا كنبدل لباسي ونعلقوه هنا ونمشي نمرق العتمارك ولا نقيس العمل. هاد الجزء هذا هما البوديات اللي كنصور بهم في المطبخ ديالي، كيف كتعرفوا كتكون المراه لابسه حوايج الدار واحتراما لنفسي واحتراما لكم ضروري خاصني نلبس البودي، بودياتي اللي خاصين بالمطبخ هاني معلقتهم هون كل مره كنلبس لون. هذا هو المطبخ ديالي وهذه هي حلقتي ديال اليوم، الى عجبت لكم الحلقه عدلوا لي جيم وما تنساو وانتظروا الاجزاء الجايه ديال المطبخ وديال الضوايا وديال الكراج ديال الصالون الى غير ذلك. الى عجبكم الحلقه ديال اليوم ما تنساو الاشتراك في قناتي وتزيدوا تشجعوني اكثر و تدعموني بالاشتراك في القناه على الضغط على الزر الاحمر صابوني او اشتراك، وتشتركوا قناتي مع اصدقائكم واحبابكم لتعم الفائده. خليكم على خير الى حلقه قادمه ان شاء الله.